كل سنة وحضراتكم مرة تانية طيبين. ضيفتي اللي منوراني في الاستوديو بتقولي ما هو كل أعيادنا مرتبطة بالأكل. طيب في مشكلة؟ أحيانا بيبقى في مشكلة، ولكن نقدر نستمتع بالأعياد؟ نقدر نستمتع، نقدر نوصل لمتعة الأكل من غير ما نبقى مأذيين ولا وزننا يزيد، ونقدر نحافظ كده على قوامنا رشيق زي ما بنقول. نقدر. طب نقدر إزاي؟ ده اللي هنعرفه من دكتورة ريهام صفوت، أخصائية تغذية علاجية. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك ومنوراني. كل سنة وحضرتك طيبة. وتخصص التغذية العلاجية تخصص بالتأكيد مهم جدا، لأن أنا سرحت بذهني وقلت الله، ده احنا هناكل وناكل كويس قوي، وبعدين العيد الكبير فيه فتة وفيه لحمة في كل حاجة. وكان أول سؤال بقوله لحضرتك فكرة فوائد ومخاطر اللحوم، وقفت قدام السؤال قلت لي طبعا لازم توقف قدام السؤال. طيب خلينا نتكلم ان احنا عندنا، هنتكلم عن شقين، شق الانسان السليم وشق الانسان المريض. اوكي. والانسان المريض اعني به مريض الضغط، مريض الكوليسترول، مريض الكلى، ومريض الكبد. تمام. بس انا عايزه اتكلم الاول عن الانسان السليم. يعني احنا عايزين نتكلم، نوجه كلامنا لكل الناس اللي بيسمعونا ويستفيدوا مننا، ويا رب ان شاء الله اقدر افيدهم قبل العيد ويقدروا ان هم يستوعبوا اللي انا بقوله ويقوموا بيه. اتفضل. بالنسبه للحوم ليها فوائد كتير جدا. اللحوم يمكن المصدر الاساسي، اللحمه، لما بكلم عن اللحمه الحمراء طبعا هي المصدر الاساسي لفيتامين بي 12. احنا مش هناكل فراخ في العيد الكبير لا يمكن ناس تحب تغير او حاجه، وفي ناس كتير ما بتحبش اللحمه الضاني كمان. لكن بتكلم على ان هي مصدر اساسي لفيتامين بي 12، يمكن مش موجود بنفس الكميه في اللحوم الاخرى. الحديد، الزنك، الفوسفورس، المنجنيز، فيتامين بي. فيها كمان اللحمة الضاني، وهفاجئك ان فيها فيتامين دي على عكس اللحمة البقري. يعني اللحمة البقري ما فيهاش فيتامين دي. مع ان ناس كتير زي ما قلت بتبعد عن الضاني شوية. ما احنا عايزين نتكلم في النقطة دي، عايزين نصلح لهم المفهوم ده. انها مفيدة. انها مفيدة. في كمان فيتامين كي موجود في اللحمة الضاني ومش موجود في اللحمة البقري. فكل اللي انا قلته لك ده اكيد دي فوائد كتير قوي. هفاجئك كمان انه اللحمة الضاني فيها اوميجا 3. ونسبة فيها أوميجا 3، ونسبة أوميجا 3 لأوميجا 6 عالية، وده معناه أن هي مضادة للالتهاب، ومعناها أن هي بتقي من أمراض القلب. فيها كمان عكس ما احنا متخيلين. بس أنا عايز أقول حاجة، ولازم أحط شرط تحت الكلام اللي أنا بقوله عشان الناس بقى إيه ما تنزلش تاكل الخروف كله ويقولوا دكتور ريهام قالت. لازم ناخد بالنا من حاجة، إحنا عندنا كمية وعندنا سعرات حرارية، نسبة البروتين اللي موجودة أو اللي إحنا مفروض ناخدها لازم تكون في خلال هذه السعرات الحرارية. وإحنا بنتكلم مع بعض أسأل بس سؤال كده بسيط، بنتكلم عن فوائد الضاني وبالتأكيد هناخد من حضرتك النسب اللي نحاول بقدر الإمكان ما تأذيناش ونستمتع بيها. أكيد. هو الضاني عادة حتى لو بعدنا عنه الدهون بعدناها برضو فيها نسبة دهون عالية شوية. طبعا هي كل اللحوم فيها نسبة دهون، حتى لو أنا شلت الدهون اللي ظاهرة بالنسبة لي. أنا بكلم على اللي أنا شايفه. لا، في دهون تانية. كل يعني اللحوم بتتقسم للهاي فات اللي هي فيها نسبة دهون عالية، للميديوم فات، واللين. اللين ده اللي هو احنا هنتكلم بقى على الحاجات اللي هي البتلو، على السمك، على الحاجات اللي هي ما فيهاش دهون خالص. اوكي. لكن اللي انا بتكلم عليه اللحمة الضاني او اللحمة البقري فيها نسبة دهون، حتى لو انا شلت الدهون المرئية بتاعتي. بنقللها بس. بنقللها. بس انا عايزه اقول حاجه بقى، زمان اجدادنا كانوا بياخدوا الدهون دي وكانوا بيقلوا بيها ويحمروا بيها. طب حضرتك متخيل ان كل الابحاث الجديده دلوقتي بتتجه ان احنا نبعد عن الزيوت وان احنا نستخدم الدهون دي في الطبخ والقلي بتاعنا؟ حضرتك متخيل؟ لا انا مش متخيل خالص. لا دكتور انت فاجئتيني. ما احنا طب ليه بنخاف؟ احنا الكوليسترول، ناس كتير قوي اتكلمت عن الكوليسترول والدهون واللحوم الحمراء والليان، والناس اللي كانت بتاخد الليه وتاخدها وتقلي بيها وتحطها في الاكل. طعم جميل في الاكل. بالظبط. برضو اخر ابحاث بيتكلموا، ودي اعتقد ان هي يعني ثوره او تجديد جامد جدا في المفاهيم اللي عندنا. طبعا. انه زي ما كان البيض لفتره طويله قوي مصدر كوليسترول زي الدهون، لا، هو يعني الابحاث الجديده بتقول انه الكوليسترول ملوش علاقه بالاكل، او نسبه علاقته بالاكل اقل بكتير قوي مما احنا متخيلين. يبقى انا
عايزه استفاد من الحاجات اللي انا باكلها دي. يعني انا ممكن استخدم سمنه بلدي عارفه مصدرها من غير دخول دهون مهدرجه فيها، هي دي مشكله بالظبط. افضل كتير قوي السمنه البلدي بتاعت الفلاحين او الزبده البلدي بتاعت الفلاحين اللي بتتعمل على الايد افضل كتير قوي من ان انا اخد زيت مثلا ممكن يبقى متهدرج، ممكن يبقى داخل فيه مكونات كتير قوي ممكن تاذيني وتاذي صحه القلب. مفهومنا زي ما حضرتك قلت يا دكتوره بيخليني اقول ايه، بس ساعات الواحد في الارياف برضه بيبقى مبسوط قوي باكله كلها او اتعزم عليها ويقول لك ايه، اصل مثلا الباميه معموله بقطع من اللية فبيبقى طعمها حلو، الواحد بيسال يا ليه طعمها حلو كده، يقولوا اصل في الارياف يا جماعه بيبذلوا مجهود ما بيخافوش ولا بيقلقوا، اللي بيبذل مجهود في الارض الزراعيه وبيبذل هو لاخره، فالدهون اللي بياكلها بيستفيد منها ويحرقها بالظبط. فهل احنا ممكن واحنا مش في اراضي زراعيه ولا بنبذل مجهود قوي ومش كلنا بنبذل مجهود رياضي مثلا، هل ممكن ناخد الدهون دي بس بنسب بكميه قليله؟ احنا في الاخر عندي سعرات حراريه، السعرات الحراريه دي لازم اقسمها لكربوهيدرات لفاتس وبروتينز. يبقى انا لازم اخد النسبه بتاعتي من كل حاجه، لو خدت النسبه بتاعتي من كل حاجه مظبوطه انا مش هتخن، بس انا بشوف ايه الاصح ايه الافيد لجسمي. انا النهارده مفروض في عيد الاضحى انا ليا بروتين من 1.2 ل 1.5 ممكن ل 1.8 جرام لكل كيلو جرام من وزني بروتين. انا هاخده لحوم بس ولا هاخده بيض ولبن ولحوم وجبن وهاخد حته رقاق وفته؟ خليني اقول لحضرتك موروثنا الثقافي برضو زي ما كنت بتكلم قبل كده في الاعياد بيخلينا هنقول هنفطر ايه؟ هنفطر كبده وايه؟ وفته. ادي بسم الله الرحمن الرحيم، ادي البدايه. ما ده غلط برضو. يعني انا عايزه اقول للي بيسمعونا يا جماعه رفقا بمعدتكم، يعني انتوا صاحيين من النوم ساعتين ثلاثه هنتغدى تاني رفقا بالمعده. اولا في حاجتين، يعني بشوف ناس لا انا مش هفطر عشان انا هدخل على وجبه الغداء هاكل كل السفره محدش يمنعني وانا عامل دايت. مفيش حاجه اسمها كده، لان انت لو ما فطرتش وخدت سناك قبل ما توصل لوجبه الغداء انت فعلا يعني هتاكل الاخضر واليابس، مش هتقدر تتحكم في الكميات اللي انت بتاكلها. هيجي لك كمان احساس بعد الاكل انك انت عايز حاجه مسكره، وده غلط ان انت تعمله بعد الاكل على طول. يبقى انا لازم افطر الاول وبعد الفطار بشويه اخد سناك في فاكهه مثلا او في عصير او في شويه مكسرات، وبعد كده ادخل اتغدى. الغدا بتاعي هيبقى المعقول اللي هو الطبيعي، هدوق من كل حاجه، هعمل طبق في كل حاجة بكميات قليلة وأقوم بعد الطبق ده من على السفرة، ما افضلش قاعد. طبعا لمة السفرة بتخلينا قاعدين، فاحنا اسمحي لي يا دكتورة أنا آسف مش عايز أقطع حضرتك، هو طبعا في الغداء خلينا نتكلم منطقية يبقى فيه لحم حمرا طبعا أكيد، وإحنا أساسا في الفطار أساسا كلنا لحم. طب ما هو أنا كده مش حاسبة بقى سعرات، ولا أنا كده داخلة يعني على الرابع. طب ما أنا برضو ممكن يزيد اليوريك أسيد، في مريض الضغط هيزيد عنده الصوديوم. حضرتك كنت حريصه قوي انك تقولي لي حتى يا اشرف ما بنتكلمش حتى عن ده، المرضى كمان لازم ابقى حريصه قوي في طريقه طبعًا اكلهم. طبعا طبعا مريض السكر اللي هياكل فته على الصبح واللي هياكل كبده على الصبح، ما هو ماشي حلو قوي ما ياكل، بس هو ليه نسبه نشويات. يعني بنقول لك دوق حاجه بسيطه صغنططه كده. انت مثلا خدت جرعه الانسولين بتاعتك على قد جرعه الانسولين ما انت متعلم، هتاخد نسبه النشويات بتاعتك. جميل جميل. ما ينفعش ان انا ابقى مريض ضغط واكل كميه لحوم عاليه فيها كميه صوديوم عاليه هلاقي ان انا ضغطي ارتفع. ما ينفعش برضو ان انا ابقى مريض نقرس او عندي اليوريك اسيد عالي واكل كميه لحوم حمر عاليه. ما ينفعش ابقى مريض كبد واخد اكتر من الجرعه او الكميه المفروضه ليا من اللحوم. احنا هنحسبها كلحوم حمراء دكتوره بالنسبه لليوم، لان احنا طوال اربع خمس ايام بيبقى عندنا تنوع في اكل اللحوم الحمراء. في ناس تقول لحضرتك احنا هنسلق، طب تاني يوم هنشوي، رابع يوم هندخل الفرن، فبتبص نفسك محاصره. يعني انت عندك فته، عندك ممبار، عندك كبده، عندك رقاق، ما هو كل الكلام ده على فكره فيها لحوم، يعني متضاف اليها لحوم برضو. يعني حاجه اسمها رقاق طبعا في لحمه مفرومه ده انت محاصره من كل اتجاه. طبعا وعندي كميه دهون كمان انا حطاها في الاكل ده، فحضرتك متخيل انا باكل كميه دهون قد ايه وكميه لحوم قد ايه. دخلت دلوقتي وانا مش عايزه اخد اكتر من 100 ل 150 جرام لحمه، فانا طبعا لا انا فطرت الصبح اصلا اوريدي ال 100 ل 150 دول خلصوا الصبح.
وبعدين جيت على السفرة بقى بتاعتي، ما أنا مش عايزة أحرم نفسي، فأنا خدت كمان كمية لحوم تانية، وخدت كمية دهون أكتر، وخدت كمية نشويات أكتر، وإحنا مش واخدين بالنا من الكلام ده كله. هتتحسب إزاي دي دكتور؟ ما تتحسب بالمعقول. يعني إحنا عشان نقعد ونحسب سعرات، وكل جسم مفروض ياخد قد إيه بروتين من السعرات دي، وقد إيه نشويات من السعرات دي، وقد إيه دهون، حدث ولا حرج، مش هنعرف ده غير اللي عايز كمان دي. أساساً يثبت وزنه، ده اللي عايز يثبت وزنه بيقول أنا مش عايز أزيد، ده إحنا هنوقف بقى في هندخل اللي في عايز بقى يثبت وزنه، ده قصة تانية. إحنا مثلاً ده اللي عايز يثبت وزنه يا إما عامل دايت يا إما هو مش عايز يزيد. يعني مش عايز يزيد. فهي الفكرة في حاجة، الفكرة إنه اللي عايز يثبت وزنه لازم يبقى عارف السعرات الحرارية اللي هو المفروض ياخدها في خلال اليوم. معاها حركة بيزود حاجة بسيطة، مش معاها حركة يبقى بتبقى نفس السعرات الحرارية. اللي هو في عندي بيزن ميتابوليك ريت، والبيزن ميتابوليك ريت ده بضيف عليه بقى الحركة بتاعتي أو الأكتيفيتي بتاعتي. كويس، أنا النهاردة هقعد ما بتحركش، انا هاكل واقعد، يبقى انا اقل سعرات مفروض اخدها في خلال اليوم بالنسبه لوزني وكده. عشان مش هتحرك. كويس. طيب لازم تبقى محسوبه كويس قوي. انا عشان اثبت وزني يبقى انا مفروض ما زودش خالص السعرات بتاعتي، ومفروض ما اخدش نوع واحد واهمل بقيه الانواع. يبقى لازم اخد برضو النشويات والبروتين والدهون، عشان كمان احس ان انا حصل امتلاء، شبعت بس ما شبعتش من نوع واحد بس. ما هو احنا كمان بنهمل السلطه، بنهمل الشوربه. خليني اكلمك عن انه طبق الشوربه قبل الاكل مع السلطه هيعمل تاثير طبعا سحري في ان احنا نقلل حجم المعده. ما انا شبعت ومش لازم بقى اكمل بقيه الوجبه في العشاء، يعني خلاص هي وجبه، يعني هي وجبه فيها دهون تاني، فيها دهون وفيها نشويات وفيها نسبة بروتين عالية وفيها دهون احنا حاطينها بايدينا وفيها دهون رباني. مش بتتكلمي بالصدفة يعني، حتى الكلام البسيط البعيد عن العلم اللي حضرتك متخصصة فيه بيحصل، وبيحصل قدامي ساعات ابقى شايف كده خلاص الناس فطرت الصبح عادي جدا الكبدة والفتة واتغدت طبعا بما لذ وطاب من مشتقات اللحوم المتنوعة طبعا. ويقول لحضرتك ايه، ما اصلا انا مش بعتش قوي، سيبي لي شويه فته وسيبي لي مش عارف ايه كله في العالم، وانت ناوي لسه كمان بالظبط. ما هو في الاخر بقى هتلاقي ايه، حموضه، في ناس مرضى قولون هتلاقي عندهم انتفاخ، هتلاقيه مش قادر ياخد نفسه، هتلاقيه ممكن ينام بالليل لو هو في سمنه شويه او دهون البطن عاليه مش قادر ياخد نفسه ونفسه كتم وهو نايم. ما هو احنا بنعمل في نفسنا حاجات، بنوصل لنفسنا حاجات، وبعدين في الاخر انا الظاهر ان انا اكلت كتير، او انا هاخد بقى كوبايه لبن رايب عشان تقلل الحاجات اللي انا خدتها او تساعدني على الهضم. مفيش حاجه اسمها كده. اصل حضرتك قلتي كمان في مجمل الكلام حاجه حلوه قوي ومهمه قوي، قلتي الحركه. طب ما هو معنى كده ان انا ممكن احاول ازود الحركه بتاعتي عشان بالزبط. لو يعني لو انا زودت، كل ما زودت الحركه بتاعتي كل ما انا بزود بالتبعيه معاها معدل الحرق، ودي حاجه مهمه جدا. يعني حتى الواحد ما يحسش بذنب يعني لو بالزبط. زود شويه، يعني ايه المشكله ان انا اول حاجه انا قاعده على سفره، بدل ما انا هقعد على السفره واخلصها واقوم اقعد قدام التلفزيون، طب ما انا اوضب السفره، احاول ان انا اتحرك حتى مع اهل البيت اللي عازميني، اتحرك شويه، اعمل حركه شويه. شغل البيت ده بيعتبر فيزيكال اكتيفيتي، بيعتبر نوع من انواع الحركه. خلاص حرق. طبعا بعد ساعه او ساعتين انا ممكن انزل اتمشى، انزل اشوف الهواء، انزل اتمشى في الهواء في الشارع، اخد ولادي وانزل امشيهم. حتى لو زادت مني الحكايه شويه حاسس مش حاسس بالذنب يعني بالزبط. بس في حاجه دكتوره مهمه جدا، بما اننا اتكلمنا على الحركه واسلوب الحرق عشان نتلافى اي اضرار خاصه بزياده اللحوم الحمراء او زياده النشويات، في ناس تعتمد على فكره الحبوب التخسيس، ادويه التخسيس، يقول لك لا 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 ما انا عندي الحل، ما تخافش انا اخد. طب وبعد والحل ان انا اخد ادويه التخسيس قبل ما اكل وكده انا حليت الدنيا وفتحت على الرابع واتحلت معايا خلاص وما اتحركش، ما انا اعتمدت على حبوب التخسيس. انا مبسوطه قوي من السؤال ده. شوف، حبوب التخسيس اللي موجوده ما فيش حاجه منها امنه، وفي منها جزء بيشتغل على المخ، في جزء بيشتغل على سرعه ضربات القلب، في حاجات، يعني كل اللي موجود او معظم اللي موجود خطر جدا. وكل ما زادت فعاليته في التخسيس، ده الدواء ده خسسني 20 كيلو في شهر، كل ما ده كان غير امن. تمام. في نوع تاني من الادويه اللي هو بيقلل امتصاص الدهون، مش الحرق، الامتصاص. لا
ما بيشتغل على الدهون اللي موجوده في الاكل اللي احنا بناكله الدهون فقط بس. لا غير الدهون بس بالزبط. انما يتمش امتصاصها مش امتصاص يعني يعني بيمنع امتصاص 30% فقط من هذه الدهون ماشي كويس طب ما انا عندي لسه 70% داخلين جسمي بهذا الكم الهائل ال 70% دول اكني باكل 3 ايام ورا بعض اكل بلا توقف فده مش حل ومش حل ان انا اخد قرصين مفيش حاجه اسمها كده انا باخد مثلا قرص واحد من الحاجات اللي هي بتمنع امتصاص الدهون فقط فقط هتمنع امتصاص 30% من يعني الدهون اللي انا باكلها بقلل وده حلو ومفيد للناس اللي بتعمل دايت وحلو ومفيد برضو للناس اللي هي عايزه تثبت اللي هو مانع امتصاص الدهون يمنع بالزبط. فقط مش الحرق زياده نسب الحرق امتصاص الدهون بالظبط يعني احنا بنلف برضو ما زلنا في فلك ان حاولنا ما حاولناش خدنا الحبوب ما خدناهاش ده شيء جميل ولكن يبدو ان الحركه هتظل شيء اساسي اساسي طبعا الحركه وتنظيم الاكل تنظيم الاكل لازم ناخد بالنا احنا بناكل ايه لازم نعمل الطبق بتاعنا الطبق بتاعنا ما نملهوش تاني ندوق من كل حاجه خلي بالك يعني انا لو اتكلمت على 100 جرام ممبار بالزيت بتاعه فانا بتكلم عن 180 سعر طيب ما وفي دهون مقلي وفي رز وفي رز طيب دي كميه كبيره جدا فانا ممكن اخد مثلا ادوق حاجه صغيره ادوق حاجه صغيره من الفته اخلي ممكن على فكره ممكن اخلي الفته وجبه اساسيه بتاعتي النهارده انا هاكل فته بس كمان انا بقول للناس اللي عاملين العزومات والناس بقى اللي احنا بنروح ونتعزم عندهم طب ما احنا ممكن نقلل برضو السعرات بتاعت الفته يعني تعالوا نخلي الرز ده مسلوق ونحط عليه الصلصه والثوم دي فكره جميله جدا ونحط الشوربه تبقى منزوعه الدسم تعالي بدل ما نحط العيش الشامي نحط عيش بلدي فده هيقلل كمان ان انا يعني ما يعلاش السكر في الدم روشته كده ادينا الروشته صح كده صح كده بدل اللحمه ما بقى محمراها شوية. انا اشيل منها الدهون واسلقها اوكي ولو عايزه احمرها او لو عايزه اديها طعم شويه انا ممكن احطها في الفرن تغير جميل. شويه من طعمها احنا نزلنا اهو احنا عمالين ننزل بالسعرات الحراريه يعني انا قللت الدهون اوكي وشلت الدسم وشلت من على الشوربه واكله خفيفه ايوه وهحط جنبها طبق سلطه هتبقى وجبه متكامله كنت مستني روشيتا دي يا دكتوره على فكره يا ريت الناس تسمعني احنا اتعودنا من صغرنا دايما كانت امهاتنا تقولي خلص طبقك عشان تبقى صحتك كويسه فتعودنا كلنا ان احنا ما نقعد ما نقومش الا خلص طبق فيبدا ان احنا كمان حتى الكميات يعني زي ما ذكرت يا دكتور كميات نفسها نبقى حريصين حتى لو هنخلص الطبق بالظبط اوكي نخلصه بس نخلصه زي ما حضرتك قلتي منزوع الدسم ما فيش نشويات الكميه اللي محطوطه قدامي هخلصها ماشي بالظبط بس كميه قليله وهيبقى اخف بكتير يعني الطبق ده هيبقى اخف بكتير قوي من الفته اللي مليانه دهون انا اول واحد سعيد يا دكتوره ان انا كنت موجود مع حضرتك وارجو ان احنا نكون افادنا مشاهدينا بالتاكيد اكيد والحوار مع حضرتك مش هينتهي ولنا المزيد والمزيد من اللقاءات نعرف بس فيها حتى كمان اداب وفكره الاكل ازاي نحمي نفسنا ومرضانا كمان يطلعوا من المناسبات الجميله دي كلها وهم مش مأذيين بالعكس حافظوا على صحتهم واللي عايز يعمل دايت مع الدكتوره ريهام اكيد استفدنا من النصائح بتاعتها انا شخصيا هعمل كده من اول النهارده كل سنه وحضرتك وحضرتك طيب والصحه والسلامه شكرا مصر كلها طيبه شكرا دكتوره ريهام صفوت اخصائيه تغذيه علاجيه وعلى لقاء متجدد ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا نتمنى تكون كل فقراتنا عجبتكم شكرا لكم على حسن المتابعه بنقول لكم تحياتي وتحيات زملائي من فريق العمل بكامل أشوفكم على خير نلتقي على كل خير وسعادة توحشوني كل سنة وانتم طيبين سلام